من أسوأ المكونات الصناعية اللي ممكن تدخل جسمك انسداد الشرايين، رافع الكوليسترول الضار، مسبب السمنة ومرض السكر بنوعه الثاني. الدهون المتحولة إيش هي؟ تبدأ حياتها كزيت نباتي سائل ما يعيب شيء، لكن بعض شركات الطعام تأخذ هذا الزيت الصحي ومن خلال عملية صناعية تسمى الهدرجة يحولون شيء مختلف تماماً. اللي يصير خلال عملية هدرجة الزيوت النباتية هو يجيبوا الزيت النباتي الطبيعي الطازج ويحطوه في غلايات تطبخ لدرجة حرارة عالية تتجاوز 400 درجة مئوية، ثم يضخ فيها غاز الهيدروجين تحت ضغط عالي وتستمر الهدرجة نحو 8 ساعات، وبعدها نحصل على زيت كان نباتي في الأصل وصار زيت بلاستيكي جديد ما له أي علاقة إيش كان من قبل. هذه الهدرجة تقضي على الفيتامينات والمواد المغذية والخصائص الصحية اللي تمتلكها الدهون النباتية، وعلى حساب كل هذه الخسائر الصحية نحصل على زيت يستطيع البقاء في المستودعات دون أن يفسد، وحصلنا على زيت يحتوي على الدهون المتحولة. ليش بيستخدموها إذا قد كده ضارة؟ تكلفتها أقل من تكلفة استخدام دهون حيوانية طبيعية على حساب صحتكم. زيادة عمر المنتجات على رفوف السوق على حساب صحتكم كمان مرة. تحسين طعم منتجاتهم عشان تشتروها مرة ثانية برضو على حساب صحتكم. أما بالنسبة لأضرارها، تزيد نسبة الكوليسترول الضار وتسبب أمراض القلب التاجية، زيادة نسبة السمنة، استهلاك أكثر من 5 جرامات من الدهون المتحولة يزيد نسبة إصابتكم بأمراض القلب 29%، تدني قدرات أجهزة مناعة جسم الإنسان. من كثر ما هي مضرة تم منع استخدامها في الدنمارك، هنغاريا، الأردن، واختصر الباحثين في كلية الطب بجامعة هارفرد الموضوع وقالوا إنه إحلال تناول الزيوت النباتية الطبيعية بدلاً من الدهون المتحولة جزئياً سيؤدي إلى حماية أرواح 100,000 شخص سنوياً من الموت المبكر، وهذا في الولايات المتحدة فقط، فما بالك بقية العالم؟ فين موجودة الدهون دي؟ الدهون المتحولة نحصل عليها من المنتجات القمامية المصنعة مثل وجبات المطاعم القمامية، البسكويت الجاهز والفطار المغلفة والحلويات المغلفة، الشربات الجاهزة والنودلز، بعض أنواع الشيبسات، بعض أنواع زبدة الفول السوداني. دورك، دائماً اقروا مكونات أي منتج قبل ما تشتروه، وإذا لقيت كلمة مهدرة جزئياً أو سمن نباتي لا تشتروا المنتج أبداً. الدهون المتحولة رخيصة على جيبك، مكلفة على صحتك، من جد هتستهلكها؟